الفني، اتفضلي يا سارة. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا ببارك لك يا كابتن هيثم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. معي في هذه اللحظات الكابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن اشرف، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا عن مباراه اليوم، مباراه مهمه طبعا للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري. ويمكن النهارده شفنا الفارق كان كبير في النتيجه طبعا ما بين النادي الاهلي وسموحه، يمكن ده دليل على رؤيه حضرتك الفنيه طبعا للمباراه والتركيز على نقاط الضعف والقوة طبعا عند نادي سموحة. الحمد لله الحمد لله، يعني مباراة من ضمن السبعة اللي احنا عايزينهم بفضل الله مهمين، ربنا سهل ان شاء الله ان شاء الله. انما طبعا لا، مش رضا كامل، يعني مش برضو مش مبسوط من طول ما ده بيجي فيها فوق 75 بونت ما بقاش مبسوط. طب احكي لنا كابتن اشرف، ازاي قدرت تجهز لعيبه النادي الاهلي طبعا لمباراه اليوم؟ ويمكن شفنا النهارده يعني الاداء كان يعني افضل من المباريات الماضيه. لا، هو الاداء كويس طبعا على فترات، بس احنا عندنا لعيبه يعني راجعين من اصابات، فحبينا يعني لازم كانوا يلمسوا ارض الملعب شويه. فطبعا بيحصل يعني عدم تناغم في الخمسه اللي في الملعب. برضو النهاردة لعبنا وقت طويل جدا من غير أليكس، ودي حاجة مهمة جدا جدا عايزين نتعود عليها. إنما لازلنا بنبحث عن الأربعاية اللي هي تريحنا في السبستيشوت بتاع أليكس يانجا. بتعشم إن شاء الله إن شاء الله إن أحمد حمدي يرد، يعني لسه خارج من الإصابة، وبإذن الله السلعوي بإذن الله يتمرن من يوم السبت إن شاء الله، يفرق معنا كتير أوي السلعوي إن شاء الله. طب كابتن اشرف، النادي الاهلي كان الفتره الماضيه كان فيه يعني اصابات كتير طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي، ولكن روح نادي الاهلي او الروح اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي كانت السبب في الفوز يعني في المباريات الماضيه طبعا في الفتره الماضيه في الدور الثاني من بطوله الدوري. الحقيقه يعني ما انا بحبش اتكلم كتير في الظروف، يعني ان هو زي ما بيقولوا النادي الاهلي بالموجودين وكده، بس كانت يعني الدنيا كانت تقيله قوي، يعني ما فيش حد بيقدر يستحمل يبقى عنده 8، يعني المهم الحمد لله يعني عديت الفتره. وحتى لما عدت كنا الناس اللي كانت بتبقى موجوده في الملعب، انما هي الحقيقه بتبقى مثلا بعد 25 يوم اتمرنت مرتين، فكان طبعا في هزه في الاداء، في ديفنس الجماعه انا لسه مش راضي عنه، انما هو بيتحسن ان شاء الله. احسن تنوع في دفاعاتنا برضو نتيجه النقص بتاع حصل فيه خلل، ما بقناش نقدر ننوع. بدانا فان شاء الله باذن الله باذن الله، انا كل الامل يعني ان شاء الله على البلاي اوف نوصل للحاله اللي انا يعني اللي المفروض يبقى فيها في حاله النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله. لكن بنشوف يا كابتن اشرف النهارده رجوع بعض المصابين زي ابراهيم الجمال واحمد حمدي. بس هم يعني ابراهيم واحمد تمرينتين يعني او تمرينه ونص، فما كنتش اقدر العيبهم كتير خوفا عليهم، زائد ان هم يعني لسه شويه طبعا، انما لما السكور فيه كتير وكده فهيبقى هم يعني احسن. انا ما كنتش قلقان ان هم يصابوا يعني. اشكرك جدا طبعا يا كابتن اشرف، ومليون مبروك مره تانية فوز نادي الاهلي النهارده على نادي سموحه. الله يخليك، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الكابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد، زميلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم مع كابتن